هنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا في البرنامج كالعادة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الأخبار أو الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات تنفيذ المتحف المصري الكبير، كمان جهود حل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر. كمان امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت حول تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامنا مع خطة التطوير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات تنفيذ المتحف المصري الكبير ونسب الإنجاز لمختلف مكونات المشروع، واللي هيعرض ضمن قاعاته العديد من القطع الأثرية الفريدة بأساليب مميزة ووسائط رقمية بتعكس الإبهار على النحو اللي بيتناسب مع جلال الحضارة المصرية العريقة. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود وزارة البيئة في حل مشكلات المستثمرين ودعم مناخ الاستثمار في مصر، وأكد مدبولي على الاهتمام البالغ والمتابعة الدورية اللي بتوليها الدولة المصرية لحل مشكلات المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار في مصر، وده وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح الحكومة نفت الشائعات اللي ترددت بخصوص تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع تنفيذ خطة تطويرها. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إن الكلام ده مش حقيقي، وإن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة لا يمكن المساس بيها أو قطع أي من النباتات أو الأشجار النادرة المتواجدة بيها، وأكد كمان إنه هيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدمتها بهدف تعظيم الاستفادة من مقاومتها واستعادة طابعها التراثي لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع السفير ميكيلي كاوروني سفير إيطاليا لدى مصر لاستعراض مجالات التعاون الجديدة المقترحة، وأكد رئيس الوزراء حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع إيطاليا على مختلف الأصعدة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين، وكمان التنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء على المستوى الدولي أو في الجوار الإقليمي والمتوسط المشترك. امبارح برضه التقى الدكتور مصطفى مدبولي مع السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير العراق لدى مصر، وأكد رئيس الوزراء مساندة مصر لكل جهود التنمية والاستقرار في العراق الشقيق، وأشار كمان لأهمية بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة لتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة في شتى المجالات، استقبلت قيادة الجيش الثاني الميداني عدد من دارسي دورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللي بتضم البرنامج التدريبي للأساليب والتقنيات الحديثة للكشف عن الجريمة ومكافحتها، والبرنامج التدريبي العربي لمكافحة المخدرات، وبتشمل دارسين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية وعدد من الدارسين الوافدين من السعودية والإمارات. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الكلية البحرية وقعت بروتوكول تعاون في المجالات الأكاديمية والعلمية مع كلية التربية بجامعة الإسكندرية. البروتوكول بيهدف لتحقيق التعاون في مجال تنمية القدرات والمهارات التربوية وطرق التدريس الحديثة من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بين الجانبين لتقديم المقررات الدراسية والمحتوى العلمي في صورة رقمية بما يتوافق مع منظومة التعليم الرقمي بالكلية البحرية. نروح دلوقتي لجولة المحافظات اللي معانا فيها في حياة الأمر مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت بالأمس وبتهم كل قاطني المحافظات، اللي منها إنشاء 7 مجمعات خدمية زراعية، وده ضمن مبادرة حياة كريمة في شبين القناطر، بالإضافة لانتشار 150 سيارة لرفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع في اسكندرية. زي ما احنا عارفين ان اسكندرية بتتعرض لنوة الفيضة الكبرى حاليا، ويمكن تم اطلاق عدد من التحذيرات للمواطنين تحديدا، خاصة يمكن اهمها بتوخي الحذر اثناء القيادة والاستغناء عن قيادة السيارة يعني قدر الامكان اثناء هطول الأمطار.
خلونا نروح لأسوان بقى تحديدا، لأن فيها كمان وضع حجر الأساس لمشروع مجمع تعليمي، ده بتكلفة بتقدر ب 27.400 مليون جنيه في أسوان، وأخبار تانية كتير هنعرفها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الأليوبية اللي أعلن فيها المحاسب خالد حامد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر الانتهاء من 7 مشروعات في قطاع المجمعات الخدمية الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بنسبة 100%. في البحر الأحمر أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة إجراء 641 مناظرة تشخيص خلال الربع الأخير من عام 2022، وده من خلال 7 وحدات تشخيص عن بعد في المحافظة بتعمل على الوصول لأفضل تشخيص وخدمة علاجية للمرضى في جميع التخصصات. في الأقصر أعلنت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة إنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع محطة معالجة الزنية بطاقة 22 على 33 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة 800 مليون جنيه، والمحطة هتخدم 120 ألف مستفيد. في الإسكندرية شهدت المحافظة أمطار رعدية غزيرة، وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية إنه تم انتشار 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، وكمان أكد على جاهزية 202 محطة رفع ومعالجة، وإن الطولمبات بتعمل بكامل طاقتها لرفع الكميات الهائلة من المياه الواردة إليها. في بني سويف تم إقامة معرضين أهلاً رمضان لبيع السلع الغذائية في مركز ومدينة الوسطى بأسعار تتناسب مع جميع الفئات. في الغربية تم الانتهاء من تطوير مستشفى حميات زفتة وجري توفير التجهيزات الطبية وفقاً لتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى. في أسوان تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مجمع الرضوان بطريق السادات اللي بيضم المراحل التعليمية من رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي العام، وهيكون على مساحة 6450 متر مربع وبتكلفة 27.4 مليون جنيه وبطاقة 42 فصل دراسي. في الوادي الجديد أنهى فريق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري معاينة قرية حسن فتحي الأثرية بمركز باريس، وده الوضع مقترح شامل لتطوير القرية واستغلال المنشآت المعمارية الموجودة بيها وإعادة تأهيلها كمزار سياحي وثقافي في ضوء ما تتمتع به من طابع معماري فريد. في الفيوم بيواصل فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة فعاليات جلسات الدوار للتوعية المجتمعية، واللي بتأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وحتى الآن تم عقد 20 جلسة دوار استهدفت 1000 سيدة بقرى حياة كريمة.